استاذ محمد مهدي، انت قلت مفاجاه دلوقتي انك على مسؤوليتك ابراهيم عادل رايح لمباراه بيراميدز والاهلي. هيلعب مباراه بيراميدز لكن مش هيلعب الاتحاد اللي مطلوب. لا لا مش هيلعب الاتحاد، هيبقى موجود في معسكر المنتخب. ايوه مباراه بيراميدز دي يوم معنا. ايه يوم ايه ده هيلعب يوم 12 يعني. كلام بالراحه طيب خالص، هيسافر ازاي؟ كلام بالراحه عايزين يقول لك على مسؤوليتي مش بعد. مش يعني طب يلعب كلامي مش كلامك. ما انا عارف ابراهيم ابراهيم عادل مستمر مع في معسكر المنتخب، توقيته واضح اهو. ابراهيم عادل مستمر في معسكر المنتخب، المنتخب مسافر يوم 10، ابراهيم عادل مش هيسافر، هيتخلف عن السفر، هيقعد يومين مع بيراميدز، يلعب ماتش الاهلي ويسافر يوم 13 بطياره خاصه لفرنسا. كلام على حساب بيراميدز، على حساب بيراميدز. الكلام منتهي. اوكرانيا كمان الاولاني، الكلام منتهي. ولا اوكرانيا ولا غير اوكرانيا. المعلومه الثانيه انه الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز موجود دلوقتي في الامارات، عشان الولد لو ما لعبش ماتش بيراميدز قاعد بيشتكي في الامارات، ده بيبهدلونا، ده احنا اول الدوري عايزين ياخدوا مننا الواد عشان ما يخسرونا والاهلي يكسب الدوري، واحنا مضطهدين واحنا مظلومين، وبص احنا متصدرين الدوري. بس الكلام ده ما اتقالش ليه في الاتفاقات يعني؟ ليه انا بقول لك معلومات في النهايه؟ ماشي، ما هو انا بقول لك معلومه، المعلومه اللي عندي اللي تلف تفت اصلا مش مسؤول بقعد في الاتفاقات. ايوه لا، بالتالي هم يقولوا يقولوه، هم يقولوا يقولوه، لانه يعني الموضوع ما ينفعش. انا بس مختلف على حاجه، هو الجزء انا معاك ايا كانت معلوماتك انا بحترمها وصحيحه، بس انا بتكلم في ايه؟ ما ينفعش تطلع لي انت تقول لي ان انا فلان وحليت حصل مع الوزير الاوروبي. أيوة. حتى بيقول لك ايوه يا بنت، هو مش مختلف معايا ولا مش مختلف حصل انت مع هو الوزير الخبر. انا بناقش استدعاءات الخبر. بص 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 يا بنت، الخبر بيؤكد صحه الكلام اللي انا بقوله. طب انا اسف، انا اسف يعني في الاتفاق، في الاتفاق ما كان موجود في الاتفاق ان ابراهيم عادل هيخرج من معسكر المنتخب. وازاي؟ انا بقول لك اهو على مسؤوليتي. والاهلي كان موجود في الاتفاق. لا لا لا، كان موجود في الاتفاق. لا لا، موضوع الاهلي فيه جزئين، موضوع الاهلي فيه جزئين. انا بقول لك اهو من الشعر بيت بدل. انت عندك معلومات انا عندي. يا قولش ما عندكش معلومات. الاهلي تواصل النهارده وعلى مسؤوليتي ده مع السيد الوزير الدكتور اشرف صبحي، وراجع معه الاتفاق. طيب وتحدث مع السيد النائب احمد دياب، والاهلي يثني على موقف الاثنين، وكلاهما اكد ان ما فيش لاعب هيطلع من المعسكر. طيب يبقى اذا في اتفاق اهو يا مهدي، يبقى احترام. لما انت ما ينفعش لكل واحد معلوماته. ايوه انت تصدق اللي انت يعجبك. ما هو انا محتار بينكم. انا بقول لك انا اتفق، انا بلاش ماليش دعوه بالكواليس والناس اللي بتقول اسرار. انا ليا دعوه بحاجه، بس هو بيقول حاجه. انا اعلن الراي العام، انا اعلن ليا انا كراي عام يا جماعه، واعلن ان احنا الله اكبر و100 100. وانت عمال تقول لي ده بيشكر ده، وبعدين الاقي في اتفاقات سريه. يبقى ازاي؟ ليه اتفاقات سريه؟ انت صح. لا ما ينفعش اتفاقات سريه للقصه. يا باشا انا عندي معلومات. هيروح فين؟ لا لا لا، هيروح على الدوله ولا على الدوله؟ ما ينفعش يا مهدي. لو في معلومات اصلا بتكلم بجد. ما هو بص انا معلومتي خاطئه وانت معلوماتك مش معلومة. لا انا بتكلم ان معلومتك صحيحه، دي لا يليق. لما ينفعش ولا يليق ليه؟ اللي انت برضه يا باشا ما ينفعش انا تطلع لي يا استنى بس يا استاذ ناصر. ما ينفعش يا استاذ عبد الناصر. ما ينفعش يا مهدي. انا بعتبر معلوماتك، انا منفعل عشان معلوماتك انت بتقول صحيح وانا بثق فيك. انا منفعل ليه؟ ما ينفعش حضرتك تطلع تلبسنا السلطانيه وناس عماله تشكر هنا وتشكر هنا والله اكبر وحلينا والمعسكر بدا والناس مسافره واشكر الانديه وعمال يقرا لي بيانات. الانديه طلعت كره وطنيه يا عم في ايه؟ لا لا لا، ده المنظومه الاعلاميه للاتحاد الكره. واحنا فين يا جماعه؟ احنا فين؟ احنا دلوقتي عمالين بيضحكوا علينا كل شويه. هو ينفع دلوقتي انت عمال تقرا بيانات شكر وعمال ده يشكر فلان، وبقالنا يومين بنشكر، وبقالنا يومين بنقول الله اكبر. ايه الازمه يا استاذ حسن؟ يا استاذ مهدي، يا استاذ متصل يا جماعه، انا قدامي ورق ومستندات طول الوقت. بيراميدز ينقض اتفاقاته. تعال انا اقول لك حاجه، مع الاستاذ محمد مهدي فتح حوار تمام التمام مع الاستاذ حسن. لو طلع ابراهيم عادل وكوكا يا باشا بعد اذنك، بص بص، احنا عملنا حلقه هنا يوم الاربعاء وقلنا بيراميدز مصمم على عدم التعاون، واحنا على الهوا هاني سعيد كذب البيان. يعني بص يا فندم، بص اطلع لي بالله، انا بص اهدي ده للاستاذ حسن خلف الله لان كلامه سليم، ما فيش اتفاقات سريه في اتفاق معلن. بص يا فندم بعد اذنك، في 29 يونيو 24 اتحاد الكره ارسل لبيراميدز خطاب بيقول له ابراهيم عادل معايا مع المنتخب الاولمبي. يعني هو الطبيعي بقى المنتخب. بيراميدز بعت رسمي رفض اهو، نرفض طلب المنتخب الاولمبي حيث اننا في حاجه الى اللاعب. هات الشاشه الكبيره عشان نشوف. هات الشاشه الكبيره يا بيه بعد اذنك. بعد اذنك اهو. ايوه ماشي اهو. بعد كده قال لك ايه؟ ذكر في خطابه نصا ان الفريق ينافس بقوه على التتويج بلقب الدوري، ومش هنقدر نبعت لكم ابراهيم عادل. خطاب بيراميدز اتحاد الكوره بعته للراجل الغلبان البرازيلي ميكالي ده، قال يا لهوي
ايه صلاح؟ اه والله يا راجل عايز يا لهوي والله والله عاوز قال لك لا صلاح ولا تريزيجيه ولا عاشور ولا عبد المنعم لا ومصطفى مصاب وبعد كده ابراهيم كابتن الفريق تحت السن كمان يا لهوي تاني يما ما تنساش بابا عاشور عبد المنعم برضه ايوه ما هو ده لسه ما كانش جم ما هم دول جم اقتراحات بعد التانيين بعد كده يوم الخميس يا استاذ مهدي اتفضل 4/7 اللي هو امبارح قال لك ايه عبد الناصر زيدان قال اتحدى بيراميدز رفض انا قلت لهم كده على الهوا الى السيد المحترم ممدوح عيد والسيد الكابتن هاني سعيد انتوا بعتوا جواب رفض انضمام اللاعب بص يا باشا هاني سعيد الساعه 2 وانا على الهوا بعد ما انهيت فقره بيراميدز بدقايق راح اعمل ايه تصريحات بشكل بيان الاستاذ محمد اراها استاذ منتصر اراها الاستاذ حسن اراها عليها قال نؤكد يا باشا نؤكد زي موضوع ضع ملاك ومش هتكون غير ليك نفس ماشي. النظام بتاع البيان بص يا باشا اه وفي الاخر طلع ما اتجوزتش حد ابدا بص يا باشا بص هاني سعيد لم نرسل ابدا رفضنا بانها ابراهيم عادل لن ينضم النادينا لن يستطيع منع لاعب من المشاركه مع المنتخب الاولمبي كلام محترم اه هاني سعيد قال لك انا احنا قلنا ابراهيم عادل ومحمود صابر يروحوا عادي احنا كل مشكلتنا التنسيق ليس الا تناقض رهيب ما بين خطاب رسمي مبعوت وبيان عكس لا بس البيان حاجة الرسمي برضو الكلام بتاعه في حته برضو يعني زي ما بيقولوا السم في العسل بيقولوا اتحاد الكره يرفض التنسيق يعني احنا موافقين بس في تنسيق ما الاهلي عمل كده فهل في تنسيق حصل طبعا الراجل بيقعد معهم طول السنه مع كل الاطراف تنسيق سري هل في تنسيق سري حصل غير اللي احنا نعرفه انا عايز اثبت لك حاجه بس ان طول الوقت اللي بينقد العود كلام محمد مظبوط اللي بينقد الاتفاقات وبيلعب بورقه الاخوه الاماراتيين وبيودي لهم معلومات غلط هو بيراميدز هل عندك اعتراض في ده لا انا قلت ممدوح موجود في المره عشان اي كاكا ولا كاكا يقول لهم ده يليق يعني انا عايز اقول لك معلومات. هو ده يليق يعني لا يليق برضه بس انت لما تيجي تتكلم عن الموضوع من اوله لاخره هو اتحاد الكره فين من الكابتن محمد بركات فين مش مع المنتخب الكابتن معاه حلوه الكابتن تواصل النادي الاهلي اهو خد الانفراد الثاني تواصل النادي الاهلي بعد الساعة 4 عصرا بالمشرف العام على المنتخب الاولمبي الكابتن بركوتا محمد بركات واتقال له يا كابتن بركات هل عندك تفاصيل حد من اللعيبة هيطلع المعسكر خلاف ما اتفقنا عليه مع معالي الوزير الكابتن بركات قال لي ما عندناش اي معلومات بان اي لاعب يخرج اتقال له بما فيهم لعيبة الاهلي وغير الاهلي مش اتقال له بقى ابراهيم عادل لان الاهلي اللي بيتصل قال له لا اهلي ولا غير اهلي ده اللي عندي كابتن بركات ما احنا احنا بص اللي بيدير المنتخب الاولمبي محمود حرب المدير الاداري والمنسق الاعلامي ياسر عبد العزيز انا بقول لك معلومات على مسؤوليتي اللي بيدير المنتخب الاولمبي لا اتحاد الكوره ولا جمال علام ولا محمد بركات المشرف على المنتخب ولا حتى ميكالي نفسه اللي بيدير المنتخب محمود حرب الاداري وياسر عبد العزيز المنسق الاعلامي مين محمود حرب الاداري في المنتخب مدير المنتخب يعني إداري هو اللي بيدير المنتخب يا استاذ عبد الناصر الاداري بيلم كابتن محمد بركات ما يعرفش حاجه عن المنتخب استاذ عبد الناصر انت ليك 3 سنين ميكالي ده موجود مع المنتخب ومحمد بركات مشرف جاي قبل الاولمبياد بيومين تتخانق اللعيبه فين وانا هستقيل وانا همشي ما كنت بتعمل ايه السنين اللي فاتت صحيح بتاخد فلوس تعمل فيها ايه المشرف بتاع المنتخب ما قعدش معاك قبلها من 3 4 شهور تحط القايمه وانت بتحط قائمه المنتخب اللعيب اللي فوق السن انت مش عارف ان في منافسه بين الاهلي وبيراميدز ولا الاهلي هيسيب لك لعيبته ولا بيراميدز هيسيب لك لعيبته ما عندكش بدائل تحطها احنا بنتكلم فيها يا استاذ عبد الناصر فين المعسكر بتاع المنتخب لعبوا مين منتخبات قويه الفتره اللي فاتت عشان تقول لي يروحوا يعملوا انجاز في الاولمبياد ده كانوا بيلعبوا مع المنتخب السعودي للشباب ومنتخب كوديفوار وكله بالحب يا استاذ عبد الناصر تظبيط وعلى فكره هنيجي نتكلم في خناقه واصل ابراهيم عادل يروح طب ما بيراميدز عنده حق ابراهيم عادل نجم الفريق ورمضان صبحي موقوف هتسيبه في اهم ماتش في الدوري مش معترضين بس والاهلي عنده حق انه ما يسيبش منعم وما يسيبش يا فندم انا ما قلت يا بكر انت كمنتخب وكاتحاد يبقى عندك حلول في اتفاق تام يا فندم اقول لك ليه الاتفاق هل وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي ليه علاقه بالقصه؟ لا تدخل لما حصل ازمه هل رئيس رابطه الانديه الاستاذ احمد دياب ليه علاقه بالقصه؟ لا تدخل لما كان في ازمه ليه بقى؟ لانه اتحاد الكره مستخبي مش موجود
جمال علام مستخبي مش موجود، وليد عطار مستخبي مش موجود، محمد بركات في برنامجه مستخبي مش موجود، هيسيبوا المنتخب؟ اضطر وزير الشباب والرياضه يتدخل، واضطر رئيس الرابطه يتدخل ويكلم الانديه ويقعد مع ميكالي. انا اسف يعني، هو الوزير الشباب والرياضه ورئيس الرابطه يقعد مع ميكالي ليه؟ مش دوره. لا هل دورهم عشان ما فيش اتحاد؟ الاتحاد انا بقول لك تاني معلومه تانية اهو، اتحاد الكره الاسبوع كان بيتخانق عشان الاستاذ جمال علام والاستاذ خالد الدرندلي والحاج جمال بسطاوي بيدور عشان يعملوا التأشير عشان يسافروا فرنسا. جمال بسطاوي في الاتحاد شعبان خالص. شعبان بسطاوي والاستاذ شعبان بسطاوي راجل محترم. انا بقول لك راجل مش محترم، هو باين مش محترمين، هو باين مش محترمين. انا بقول معلومه، انا بقول لك اهو، ما لازم يدور على التأشير عشان يسافر. هو على جمال يا باشا، حل الخلاف بتاع الاول. لا انا عايزك تفهم، احنا منتصر يا يعني هيسافر ازاي على ناقه يا باشا؟ لا سؤال يا باشا، لا بس مش عشان تخش كلام لحسابك، بس مين هيسافر؟ انا قصدي انت عندك خناقه في الاسبوع ده، اللعيبه اصلا مش لاقي لعيبه، ده المنتخب ممكن ما يروحش، وانت بتدور على نفسك جمال علام يسافر ولا ما يسافرش؟ اقول لك معلومه، هيروح يلعب. لا 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 معلومه، اقول لك معلومه، ارفض النقاش. اقول لك معلومه، كل الاحترام المنتخب الاولمبي حر يا كابتن عبد الناصر. المنتخب احنا بنتجاوز في حقه، احنا بنتكلم في حاجه. انت كرئيس اتحاد اقعد حل مشكله المنتخب وبعدين دور على نفسك تسافر. يا عم هو رئيس بعثة، كم واحد رئيس بعثة؟ امال المشي بتاع المنتخب ده بيعمل ايه؟ يا باشا معلم هو مشي برضه رئيس بعثة مسافر، وخالد الدرندلي ايه؟ مسافر يعمل ايه؟ رئيس بعثة برضه؟ بص يا واحد رئيس بعثة يا باشا، الناس دي عارفة انها ماشية في شارع، عارفة ثواني، الناس دي عارفة انها ماشية في شارع. يا عم عبد الناصر 22 اداري عشان طالعين بطيارة خاصة، فعايز اتحمل، عايز اجيب لك كراسي كتير، فلوس الاتحاد كتير يا باشا، فلوس الوزاره كتير، طياره خاصه، وبدل ال 22 يسافروا 22 اداري مكتوبين. اداري ما هو اللي بيسافروا دول اداري، عدد اللعيبه، عدد اللعيبه، عدد الاداريين اكتر من عدد اللعيبه. خاصه الاداريه لسه هيقعدوا. اه والله اكتر من حلو، والله اكتر من عدد اللعيبه. عشان الاداريين يسافروا، وانت قاعد بتتخانق على ابراهيم عادل يروح ولا ما يروحش؟ يعني السؤال يعني هو ده اللي عمل الخناقه بيراميدز يا باشا؟ لا الاهلي، الاهلي شريك. انا اقول لك ليه، عشان الاهلي انه شاطر اهو، انا بقول لك هو منتصر فعلا، بقول لك الاهلي شاطر، خلاها قال له الاهلي بيلتزم بالكفايه منتصر، ما اختلفناش، يعني ارد عليك، ما اختلفناش، اكمل ماله حكم الاهلي، الاهلي ماشي يا عم، ماشي يا عم، ادوني فرصه، ادوني فرصه، ما اقدرش اديك النادي الاهلي، النادي او اجل الدوري يا عم، اسمع الموضوع واضح عند النادي الاهلي عشان شاطر وعارف ان اتحاد الكره بيخاف منه النهارده. لا عشان بيتكلم في الحق، مش بس بيخاف وبيخاف، خلينا نكمل بس، بيخاف دي حاجه وبيتكلم في عم حاجه. هنستبك، هنستبك الاهلي يخوف اي حاجه، النادي الاهلي، الاهلي يخوف اي حاجه، على نفسه، على نفسه، لا يخوف اي حاجه، غير اتحاد الكوره. لا انا عادي، الاهلي قال له ايه؟ انا جامد، انا جامد، انا جامد يا عم، جامد على نفسه يا باشا، انا جامد يا باشا، انتوا ما نايمينش من ساعتها، جامد على نفسه. لا جامد على نفسه ازاي يا عم؟ اسمع بالعربي، ايوه يا عم اسمع، اه انا جامد يا باشا، النادي الاهلي بعرف اجيب حقوق يا باشا، خلينا نكمل، برافو عليك، ايوه بعرف اجيب هوي.